على هامش فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سفير النوايا الحسنة للأونروا محمد عساف والفائز بلقب أرب آيدل للعام 2013. يا أقصى يا مجروح من بالي ما بتروح. بموسيقى عربية وصوت عربي عذب تردد صداهم في أروقة الأمم المتحدة، اختتمت المنظمة الدولية يوماً كاملاً من الاحتفال بيوم التضامن العالمي مع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. محمد عساف السفير الشاب الجديد للنوايا الحسنة لمنظمة أنروا للاجئين الفلسطينيين بدأت زيارته الأولى للأمم المتحدة باستقبال حار من المفوض العام لمنظمة أنروا وبجلسة رسمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي خصصت للاحتفال بيوم فلسطين في غزة. فإن الأطفال مثلي يكبرون في بيئة مفعمة بالتحديات بشكل لا يصدق، والعديد من والدينا يعانون في سبيل العثور على وظيفة أو من أجل وضع الطعام على المائدة. أرحب بطلب الجمعية العامة جعل عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. بان كي مون وكبار مسؤوليه رحبوا بسفيرهم الأممي الجديد للنوايا الحسنة الذي حل أيضا ضيفا على إخوانه السفراء العرب احتفاء بيوم أصبحت فيه فلسطين العام الماضي دولة مراقبة في هذه المنظمة الدولية. كان يوما فلسطينيا بامتياز، إذ شاركت محمد عساف فنانة فلسطينية أخرى هي نايل برغوثي التي ألهب أداؤها أيضا مشاعر الحاضرين. الذي يمثل الجيل الصاعد محمد عساف، محبوب العرب الأول، ابن عائلة لاجئة فلسطينية وسفير دولة فلسطين في الأمم المتحدة اللي هو أنا كذلك ابن عائلة لاجئة فلسطينية. محمد عساف يحمل رسالة شعبه ويحمل أحلام الشباب العربي من المحيط إلى الخليج. نعتز به محبوب العرب فائز بأرب آيدل سنة 2013. أول سفير لمنظمة أنروا نشر بفنه قدرا من النوايا الحسنة عجزت عنه مئات الخطب في هذه المنظمة. طلع الحاج، العربية، نيويورك.